السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. ما لاحظتوش حاجة خلال الساعات القليلة الماضية ما بين روسيا والسعودية؟ مش ملاحظين إن في تقارب روسي سعودي بشكل لافت للنظر في نفس التوقيت اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول إن هي ترجع العلاقات تاني مع السعودية، إلا أن السعودية أشاحت بالوجه بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية قررت إن هي تلقن الولايات المتحدة الأمريكية درس عشان تكون عبرة لمن لا يعتبر. فاكرين حضراتكم تصريحات جو بايدن أول ما جه البيت الأبيض لما سألوه عن العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم ودولة زي السعودية؟ قال سوف أجعل قيادات السعودية ودولة السعودية قيادات منبوذة ودولة منبوذة. طبعا السعودية علمته العفة في مرحلة تالية. فلاديمير بوتين ضابط مخابرات، رجل بيجيد التعامل مع كل دول العالم. بعض الناس كانت دايما بتقول لنا هو انتوا ليه مصرين ان كنتوا تدافعوا عن روسيا؟ دايما كنا بنرد احنا ما بندافعش يا جماعة عن روسيا، نحن نرصد الواقع رصد موضوعي، لكن احنا يهمنا، احنا كعرب بقى يهمنا الانتصار الروسي. ليه؟ في الانتصار الروسي وجود تعددية قطبية على المستوى الدولي، وبالتالي اقدر وانا دولة بسيطة ضعيفة اتلاقي لي مكان اتاوى فيه بحيث ان التوازن العالمي يحميني. انما الانتصار الامريكي وانفراد امريكا بقطبية العالم بيخلي امريكا تبرطع في كل دول العالم زي ما حصل في سنوات سابقة، وبالتالي احنا بندافع عن اوطان، بندافع عن مستقبل الدول العربية، خاصة طبعا في الفترة القادمة. فلاديمير بوتين نجح في ان هو يدفر العلاقات بتاعته خلال الفترة اللي فاتت بشكل كويس جدا مع الدول صاحبة القرار. نجح في ان هو يتقارب مع السعودية الى درجة ان هو اطلق مجموعة تصريحات خلال الساعات القليلة الماضية حوالين الامير محمد بن سلمان وحوالين السعودية، اثار التفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، احتفى بيها السعوديين بشكل كويس جدا، واحنا كمان مبسوطين منها، لان مثل هذه التصريحات بتكشف الستار عن التقارب السعودي الروسي في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية. حضراتكم فلاديمير بوتين اتحدث عن الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقال عن علاقة السعودية والأمير محمد بن سلمان بالولايات المتحدة الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان شاب ذكي يجب احترامه. طبعا الرسالة بتاعته كانت موجهة لأمريكا، لازم يتم احترامه ويجب ألا تكون فظا معه وإلا هيعاملك بالمثل، ويجب أن تحترم ولي العهد وتحترم السعودية، وبنفس الطريقة بتاعتك اللي انت هتتعامل معاهم هيتعاملوا معاك، الند للند، لأن المملكة العربية السعودية دولة غير عادية، وشخصية الأمير محمد بن سلمان شخصية غير عادية. ثم أكد أن الأمير محمد بن سلمان شخصية ذكية للغاية بيدعم استقرار أسواق الطاقة، وقال أن روسيا هتطور علاقتها مع الرياض خلال المرحلة القليلة القادمة، وقال أن السعودية بتنطلق من مصلحتها الوطنية وموقفها بخصوص النفط متوازن جدا، ودعا القوى الغربية لبدء حديث عن مستقبل متساوي. خلصت الشغلانة، خلصت أنك أنت تتعامل مع دول المنطقة بعجرفة وفوقية. وقال أنا واثق من أن الطاقة والقدرات الإبداعية لولي العهد السعودي سوف تسمح بتحقيق خطط النمو الوطني للسعودية، وإحنا بندعم رغبة السعودية في الانضمام لدول بريكس. دول بريكس أسعدتك عشان تعرفوا أهمية انضمام السعودية لدول بريكس. شوف حضرتك، دول بريكس دي عبارة عن ايه؟ روسيا، الصين، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا. المنظمة بتاعت بريكس تأسست سنة 2006، حجم الناتج المحلي للدول بتاعت بريكس 44 تريليون دولار، حصتها من التجارة العالمية سعادتك 16%، وبتنتج 30% من السلع اللي بيحتاجها العالم، وبتغطي 27% من مساحة الكرة الأرضية، وعدد سكانها 40% من سكان العالم. الدول دي بتخطط ان تستولى على الاقتصاد العالمي. عارفين ايه حضراتكم معناها ان فلاديمير بوتين يقول بالحرف الواحد احنا بندعم انضمام السعودية لدول بريكس
ويؤكد على ذلك، ثم يحدث ذلك التقارب، ثم يعلن ان في تطورات غير عاديه وتعاون مشترك ما بين الجانبين، ما بين روسيا وما بين السعوديه، معنى ذلك ان هتكون في انقلابات غير عاديه في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، وامريكا بتخسر كتير جدا. في دلوقتي علاقات متوتره ما بين روسيا وما بين الاتحاد الاوروبي، طز تم استبدالها بعلاقات في منطقة الشرق الأوسط. هناك خسائر اقتصادية نتجت عن أزمة روسيا وأوكرانيا بالنسبة لروسيا، لا، نجح فلاديمير بوتين في أن هو يستثمرها بشكل كويس جدا، إلى درجة أن دول الاتحاد الأوروبي حاليا بتفكر جديا إزاي توقف حرب أوكرانيا لأنها خسرت كتير قوي، بينما فلاديمير بوتين لم يخسر. العلاقات الروسية الأوكرانية ساعدتك في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الروسية الصينية وعلاقات السعودية مع تركيا مع إيران مع الصين، طبعا هناك مولد جديد لكيانات جديدة ونظام عالمي جديد بيتشكل حاليا من خلال أزمة روسيا وأوكرانيا، زائد أن فلاديمير بوتين نجح في أن هو يستغل هذه الأزمة على أفضل ما يكون ويقوي علاقاته بالدول الفاعلة في المنطقة بعكس اللهطل بتاع الولايات المتحدة الأمريكية. تفاعل كبير على التواصل الاجتماعي مع ما قاله بوتين عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. بوتين يعلن: أنا بدعم انضمام السعودية لمجموعة بريكس، ثم إيران تجدد استعدادها للمساعدة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا. طبعا الكلام ده كان موجه لروسيا طبعا بسبب التقارب الإيراني مع روسيا. تصريح جو بايدن حوالين مراجعة العلاقات مع السعودية، هل يعني انعطافا في العلاقات ما بين البلدين؟ طبعا في انعطاف بشكل غير عادي، وحتى لو جو بايدن قدم فروض الطاعة والولاء، وحتى لو إنه هو ابتعد عن السعودية، اللي هيخسر فقط لا غير هو واحد زي جو بايدن. عاوز اقول لحضراتكم ان ازمة روسيا واوكرانيا كانت بداية غير عادية لنظام عالمي جديد فعلا بدأ في التشكل قوامه، وجود نظام عالمي متعدد الاقطاب من بينه الولايات المتحدة الامريكية. ما يغركوش، الولايات المتحدة الامريكية دي قوة لا يستهان بيها، أسعدتك محدش قلل منها، بس أنا عاوز أقول لحضراتكم إن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت خطوات للخلف بغباء الإدارة الأمريكية الحالية في ذات الوقت، اللي نجح فلاديمير بوتين في تضفير علاقاته مع الدول المؤثرة اللي كان في مقدمتهم الصين والسعودية. هارد لك أمريكا.